نجرب لعبة بودريك سناب 2. اه من القرصان هذا. اه بسم الله، ايش هو هذا؟ اسم قرصان الجن. شكل اللعبة هذه مجنونة، شفت كثير يوتيوبرز بيلعبوها. مين الشرطي هذا؟ اللعبة هذه غريبة. اعتقد هذا اوه ماي جاد، ايش اللي بيصير هنا؟ ومين هذا؟ كأنه لابس شماغ. ايوه ولد في السيارة دحين. اعتقد القصة انه كأنه سبونج بوب صح؟ اعتقد القصة اني انا هربت من واحد ما ادري ايش اسمه، بس الشرطة تبغاني دحين وهربت من الشرطة اعتقد. والله اعلم، هذه القصة قصة غريبة. الشرطة ما ادري ايش صار، ايش راكبين بوت احنا ولا سيارة؟ ايش راح القمر؟ قاعد ايش اللي بيصير دحين؟ مخي كله صار مكرونة من كثر اللخبطة اللي بيصير. قاعد احاول افكر وافهم ايش اللي بيصير. ها؟ احنا ببيته ولا ايش؟ داخلين بيت هذا الشخص، ما ادري ايش الكائن هذا، ما ادري دحين انا شايف مستشفى قدامي فجأة. ايوه هذا باتريك، هذا باتريك، يا هذا اللي هربت منه اظن، هو ركب سيارة، تعرفي باتريك؟ من سبونج بوب. من سبونج بوب؟ اوكي. كلنا يعني. كلهم، اوكي طيب هذا اسمه باتريك من سبونج بوب، انا ما اتفرج سبونج بوب مزيك فما اعرف. فاصل اعلاني السريع لاعلان فلوج حصري لنا على منصة فيوز، واحنا بنزور اكبر معرض عائم للكتب في العالم على سفينة بدبي. هتلاقوا فيديوهات حصرية كثيرة لنا على منصة فيوز، وكل هذه الفيديوهات بتقنية 360، يعني لما تتفرج تحس انكم معانا لانكم يمديكم تلفوا الشاشة فوق تحت يمين يسار. اضغط الرابط اللي بالاسفل حتى تشوفوا الفيديو. توكسو ساندي، هذا اسمه ساندي، لازم اتكلم معاه. كيف اتكلم معاه؟ يمكن هذا مو ساندي. هذا مو ساندي؟ في فلاش لايت. شكرا، انا قلت له شكرا عشان ساعدتني. سامية هي اسمها. يو ويلكم، يلا نتفرج على الاخبار. ايش هذا؟ شكرا، عفوا، يلا نتفرج على الاخبار. او ماي جاد، يلا دحين مهمتي نتفرج على الاخبار. ليش شكله غريب كذا بس؟ ليش سامية؟ سامي ايش اسمه؟ طيب يلا حيجلس نتفرج على الاخبار. كيف اجلس؟ واو. اوه باتريك هرب من السجن. لا ركب بوت، شكله بيجي يلحق ورايا يقتلني. الله اعلم. ايش نسوي؟ تقول هذه ليست اخبار جيده. يلا ناكل ونشوف سام بكره. ايش هناكل؟ بيتزا. طيب نروح على الثلاجة نشوف البيتزا. اعتقد شكل ايش البيتزا هذا؟ ما باكل بيتزا هذا، شكله غريب. لا شكله لذيذ، شكله لذيذ في الثلاجة كذا. ايوه يلا سامي، يا سامي ما ادري ايش اسمك، يلا ناكل بيتزا مع بعض. اوه بيبروني بيتزا. ها فين راح البيتزا فجأة؟ بيتزا اختفى فجأة. كيف؟ لازم اتكلم مع ساندي. هذا اسمه ساندي ولا سامي ولا؟ قول انت تحتاج تنام. ما احتاج انام، احتاج افهم ايش اللي بيصير في هذا العالم الغريب. ها؟ فينك انت؟ في ووتر ميلون؟ انت جوا ووتر ميلون؟ ايه ليش في بلاعه فجأة؟ جست سليب. لازم تنام في سرير. ايش الاشياء الغريبة هنا على الجدران؟ اسماك، او ماي جاد اسماك كثيرة، سيوف، اشياء غريبة في الثلاجة. ماي جاد. عندنا هذا اللعبة. في قنبلة خفنا انفجر جنبي. شوف مربوط مرتفع. لازم تنام. وش هذا؟ عمل فني؟ بون هيد. راس العظم ولا ايش؟ فين انام طيب؟ في سرير. ايش هذا؟ السمكة معلقة فوق. في سرير هناك. طيب. ايوه. يلا نام. او ماي جاد. نمت. ها؟ فين انا الحين؟ هذا في. صحيت في مكان مختلف. او ماي جاد. او ماي جاد. او ماي جاد. ايش اسمه هذا؟ باتريك؟ ايوه. فين اختفى؟ وايش هذا؟ ماكدونالدز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انفجعت، هذا كابوس. صحيت من كابوس. خلينا نتفرج. او ماي جاد ساندي. ليتس جو تو سام. حنروح عند واحد اسمه سام. ايش هذا؟ جو تو بلانكتون. حنطلع من البيت دحين. صراحة احب الاشياء الغريبة انا، هذه اللعبة غريبة. ايمان انت تحب الاشياء الغريبة زيي؟ لا. كنت اعرف انك حتقولي لا. وانت ارس؟ لا. حتى انت؟ ايش هذا المكان اسمه بلانكتون؟ حين داخلين. سلام عليكم. سلام عليكم. ليش لابس شماغ زي كذا؟ كمان. شكله واحد عربي صمم. شوف الحمام، ابغى ادخل الحمام. يقول حيعطيه سندويش مقابل ايش؟ كان المفروض اسمعه. ووافق بالنهايه، وافق يساعدنا اعتقد. نروح المطبخ وجيب اكل، حناكل مع بعض، صرنا اصحاب. فين المطبخ؟ هنا الحمام. وهنا المطبخ. او ماي جاد، ايش تتوقعي في الثلاجه ايمان؟ اكل. ايوه بس ايش؟ بيتزا. لا مو بيتزا. خيار؟ What? يعجبني مصمم هذا اللعبه، انا احب الاشياء الغريبه. خلينا ناخذ واحد. بيكلز. بيكلز؟ بيكل، ايش اسمه؟ خل. كيف اخذ واحد؟ وايش هذا اللي ورا؟ بيض ولا ايش؟ عارف. اعتقد حاخذ هذا بدل. ايوه. ايش دوري هذه شكلها؟ حناكل هنا دحين مع بعض، صرنا اصحاب. يقول ما كان عنده اصحاب لو كان صغير. مسكين. سوري بلانكتون. This is not your business. انا قلت له اسف، قال لي انت مالك صلاح. مهمتي اني اروح الحمام دحين؟ الله يستر. لا لا ما بروح الحمام، هذا غريب. اوه شفت هذاك ايش؟
باتريك؟ شفت باتريك وانا جالس في الحمام قاعد اه خرج دخل وخرج اوكي انسى ذا كول دحين التليفون بيرون خليني اشوف ايش صار هنا مات قتل هذا هو ولا هذا خل كبير اعتقد هذا ساندي خليني ارد على الهاتف اوه هاو ار يو اي ويز ساندي اي ونت ا مليون دولار فور ساندي يبقى مليون دولار مقابل ساندي بنسلم على امك قتل كل الكائنات اللي هنا شوف التلفزيون اوه ماي جاد اوكي خليني اطلع ايمان هذا لعبه تخوف بالنسبه لك لا طيب كويس اول مره العبها كثير يوتيوبرز يلعبوها الحين لازم اروح جيجا فيش فين جيجا فيش اوه ماي جاد مين هذا هذا جيجا فيش هذا مو جيجا فيش ليش مو لابس سروال ايش هذا اعتقد هذاك جيجا فيش ايوه شوف المعدل هذا طب السمكة دحين لازم اخذ فلوس حتى انقذ سامي صح؟ ايوه هذا ليش يتبعنا كل شوية وليش كذا لا ماشي شكله غريب فين الاكتوبوس هاوس؟ الا وراك يمكن اكتوبوس وود هاوس طيب لازم اخذ فلوس من بيت اكتوبوس وود هذا بيت ساندي وهذا ليش يتبعنا كل مكان؟ طيب هناك في بيت بعيد انا شايف يمكن هذا بيت اكتوبوس وود ما في سيارة ولا شيء؟ لا هذا بيت سبونج بوب هذا الاناناس اللي تحت الماية هذا بيت مين؟ مين هذا الرجال؟ في الفلوس جنبك فين؟ ها خذ فلوس في سيارة حتى في سيارة يمكن هذا فلوس الرجال هذا لا عادي عادي ايش لازم نسوي؟ حطه في السيارة حطه في سيارة؟ بس كان اعتقد هذا مشرد صار فلوس هذاك اللي ما كان لابس سروال هذيك الشخصية اللي ما كان لابس سروال صار فلوس مني وين راح؟ صار حادث صار حادث فين اختفى ذاك الشخص؟ ما قلت طيب لازم ارجع هنا جيجا فيش طيب اعطيته فلوس اه سوى حركه كراتيه فيا او ماي جوش ويك اب ويك اب اف يو وان سامي يقول اسمع انت بس سامي هذا شغال معاه ذس جاي ذا روم وذ يو از جوينج تو ميك يو ا ميل فور دينر ويل جو انتو ذا روم كول باتريكس روم لازم ادخل غرفه باتريك اه بيعطيني تعليمات هو among the mirroring creatures لازم ساعدوني لازم حل هذا الغاز متاكد اقرا اقرا ايوه What is the name of the slowest animal in the world? You متأكد؟ ايوه متأكد Who is the strongest? من اقوى واحد هو هذا صح؟ ايوه كل الاسئله ما لها داعي كذا غريبه Who to kill? Everyone انا ولا الجميع؟ الجميع متأكدين ولا ايش؟ انا بجيب النهايه السعيده بس انت هتموت اذا أو صح 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 صح. واو. صح؟ الأخوان صموا هذه اللعبة حازم ناصر. حازم ناصر. أوكي. ما أعرف إيش صار يا جماعة. كانت لعبة غريبة. ما أدري جبنا نهاية سعيدة أو جبنا نهاية كويسة. بس حلوة اللعبة حلوة. بنشوف إيش يصير دحين إذا أنا اخترت أقتل نفسي بدل ما أقتل الجميع. نشوف إيش يصير. ها؟ هذا أنا شكل شكلي ليش شكلي زي كائن فضائي وموت؟ وكذا انتهت اللعبة يعني لعبة غريبة شكرا على المشاهدة ان شاء الله عجبكم الفيديو لا يفوتكم الفلوج الحصري اللي نزل بمنصة فيوز اضغط الرابط اللي بالاسفل حتى تشوفوه